السلام عليكم، من زمان على التصوير. اليوم جايبيكم شرح الكاميرات والكمبيوتر في راست. قبل ما نبدأ لا تنسوا الاشتراك في القناة، قربنا على 2000 مشترك. يلا الكل يروح يشترك، خلونا نوصلها. اوكي، بالبداية نبدأ بالكمبيوتر الموجود في اللعبة. طبعا اسمه في اللعبة كمبيوتر ستيشن، واللي تقدر تصنعه بخمسة حديد قوي، واحد كمبيوتر، واحد بوردكاستر، واحد ريسيفر يعني جهاز استقبال، او تقدر تشتري من الاوت بوست ب 300 سكراب. طبعا اذا حطيته ببيسك او باي مكان تقدر تجلس عليه وراح يعرض لك هاي الشاشة. هون تقدر تحط الاكواد. طبعا مشان تقدر تحط الكود لازم بالاول تحط كاميرا. نروح ونحط البطارية والطاقة الشمسية ونوصلها بالبطارية. نحط الكاميرا بأي مكان بدكم إياه، بعدين نوصلها بالكهرباء. هون راح نحط الكود أو يعني أي كلمة بدكم إياها، تقدروا تسموها مثلا الروف أو الفرام دور أو أي شي بدكم إياه. ملاحظة بسيطة، إذا حطيت كود سهل مثلا كاميرا وإجا أي شخص حط الكود بالكمبيوتره راح يقدر يشوف كاميراتك، لهيك حط شي صعب الواحد يعرفه. تقدر تضيف له كم رقم بعدها مشان يصير أصعب. أنا راح أكتب كام واحد يعني كاميرا الأولى. نروح على الكمبيوتر، نكتب الرمز اللي كتبناه بالكاميرا. هلأ مثل ما شايفين صرنا نقدر نشوف نفسنا. طبعا أحلى شيء الكمبيوتر ما يلزمه كهرباء، يعني تقدر تحطه بأي مكان، ما لازم توصل له أي نقطة من الكهرباء نقطة. وراست ضافت بكل معلم تقريبا كاميرات يعني مثل الدوم. مثلا هاي الكاميرا إذا بدك تشوف إذا في كريتات قبل ما تطلع من بيس. بصراحة هاي الكاميرات كثير 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 مفيدة. الأويل ريج، وتقدر تنتقل بين الكاميرات. المطار القديم، طبعا اذا رحت على المطار القديم او الاويل ريج راح تقدر تشوف انها موجودة الكاميرات. المهم في كثير اكواد للكاميرات وراح اتركهم كلهم بالوصف. وهيك وصلنا لنهاية الفيديو، لايك للفيديو واشتراك في القناة. سلام.